السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة يوتيوبر. النهاردة هنتفرج كده على حاجة لذيذة عملتها مايكروسوفت، هي بس للأسف يعني أنا مش عاجباني، بس هي تحديث جديد إن شاء الله هينزل. ده الفاير اكسبلور العادي، تمام؟ ده الفاير العادي. الفاير اكسبلور بتاع مايكروسوفت عمره ما هيجيب الجمال بتاع الماك. في لينكس برضه جميل على فكرة، الفايل مانجر بتاع اللينكس جميل. شوفها بقى الاكسبلور الجديد بتاعنا ده، كود علشان تظهر بيه الشكل الجديد، موجود في كل ويندوز 10 بس لسه ما اعتمدش بشكل رسمي. تفتح الاكسبلور وتيجي هنا، بتيجي هنا مثلا في اي حتة فوق، بتشيل ده وتحط التاني الكود وتدوس انتر. مجرد ما تدوس انتر هيفتح لك الفايل اكسبلور الجديد بتاع الويندوز 10. ده الشكل الجديد، تمام. يعني انا عن نفسي ما حبيتهوش، تمام، بس حاسس فيه خفة، تمام، من اخف يعني من الفايل اكسبلور اللي هو المعتمد حاليا، تمام. بس انا شايف فأنا شايف إن أهو يعني شايف في بطء نوعا ما، تمام، بس كويس يعني ولذيذ. التعزيز لسه منزلش، بس أنت لو عايز تفعل الإكسبلور هتفعله. أنا فتحته أهو، ممكن باجي هنا أعمل له بن لو أنا عايز أتعامل بيه، بحيث أقفله وأجي أفتحه مفيش مشكلة، تمام. هتعامل بيه أهو شغال. هتلاقي الكود في الديسكريبشن، ومتنساش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.